بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل الشيباني رواية ابنه عبد الله غفر الله لهما ولشيخنا ولوالد شيخنا وللسامعين ووالديهم ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله عن منصور قال: كان عبد الله بن مسعود إذا قام في الصلاة كأنه ثوب ملقى. كان ابن مسعود، اي نعم، اعد. كان عبد الله بن مسعود إذا قام في الصلاة كأنه ثوب ملقى. يا سلام، نعم. ولذلك هذا يدلك ايها الكرام الفضلاء على شدة الخشوع، يدل على شدة الخشوع، سبحان الله. وقد جاء ايضا أنه كان إذا قام في الصلاة في الليل يسمع له لصوته دوي كدوي النحل، يسمع لصوته دوي كدوي النحل على شدة البكاء والخضوع بين يدي الله تبارك وتعالى. وأيضا قيام الليل من الأمور المباركة التي فيها 5 فوائد في حديث واحد، يعني جاءت في قيام الليل حديث في حديث، طبعا فوائده كثيرة، لكن في حديث واحد جمع، سبحان الله، جمع 5 فوائد. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وطبعا هو حديث صحيح، يعني رواه، انظروا من رواه، رواه أبو الدرداء وسلمان وأبو أمامة وبلال وجابر بن عبد الله، سبحان الله، كل هؤلاء رواه هذا الحديث. قال: عليكم بقيام الليل، عليه الصلاة والسلام، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهات عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد، سبحان الله. الله لا يحرمنا وإياكم هذه الأنعام وهذه النعم. تفضل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وعن مسعر عن ما عن معن قال: قال لا عبد لا الله لا، مسعر، هذا مسعر ابن كدام فضيلتك، هذا مسعر ابن كدام رحمه الله رحمة واسعة، أيوة، عن مسعر. وطبعا مسعر ابن كدام هذا وهو الكوفي، وهو من شيخ العراق ومن الرواة الكبار، وكان عابدا قانتا، سبحان الله، كما قال الذهبي. وقال ابن حجر: ثقة ثبت فاضل. وقال أبو زرعة: سمعت أبا نعيم يقول: كان مسعر شكاكا في حديثه، يعني يخاف، سبحان الله، وليس يخطئ في شيء من حديثه إلا في حديث واحد. الله أكبر. توفي سنة 53 و100، مسعر بن كدام الهلالي رحمه الله رحمة واسعة. يقول سبحان الله مصعب بن المقدام، يقول: رأيت النبي في المنام وسفيان الثوري آخذ بيده وهما يطوفان، فقال سفيان الثوري: يا رسول الله، مات مسعر بن كدام؟ قال: نعم، واستبشر به أهل السماء. الله أكبر. واستبشر به أهل السماء. ويقول سفيان بن عيينة: ولما مات مسعر رأيت كأن المصابيح والسرج طوفئت، فقال سفيان: هو موت العلماء. يعني شاف في المنام، يعني إن إيش، المصابيح والسرج طفئت، فقال أول الرؤية هذه إن هذا موت العلماء. فمات مسعر، سبحان الله. ولما حضرت يعني في حضرت الوفاة مسعرا، دخل عليه سفيان فوجده جزعا، فقال: ليش تجزع؟ قال: فوالله لوددت أني مت الساعة. فقال مسعر: أقعدوني. وقال: إنك لواثق بعملك يا سفيان. الله أكبر. شوف الخوف، يخاف المقدم على الله تبارك وتعالى. أيوة، تفضل تفضل. نعم. السلام عليكم شيخنا. عن مسعر عن معن
قال عبد الله إذا استطعت أن سبحان الله. يعني ابنه محمد يقول يعني يقول عن أبيه يقول كان أبي لا ينام حتى يقرأ نصف القرآن. طيب إذا انتهى من ورده لف رداءه ثم هجع هجع خفيفة ثم يثب كالرجل يقوم الذي فقد شيئا فهو يطلبه، إنما هو السواك والطهور سبحان الله. ثم إلى الفجر لا إله إلا ويخفي ذلك، يقرأ نص القرآن وينام هجعة بسيطة، يقوم مفجوع يجري إلى السواك والطهور ويصلي إلى أن يبزغ الفجر سبحان الله، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وكان يعني يجتهد في إخفاء ذلك، ما يتكلم به سبحان الله ويجتهد. يعني عجيب هذا، رحمه الله رحمه الله رحمه الله. لما ابن السماك يقول رأيت مسعرا في المنام، مع أنه محدث كبير، قال له إيش أرجى شيء أنت وجدته نافعا؟ قال ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل. يا الله، الله يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات يا رب العالمين. يقول ابن المبارك يمدحه من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر ابن كدام، فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. ويقول مسعر يوصي ابنه محمد، يقول له كلام عجيب، إني منحتك يا كدام وصيتي فاسمع لقول أب عليك شفيق، أما المزاحة والمراء فدعهما خلقان لا أرضاهما لصديقي، إني بلوتهما فلم أحمدهما لمجاور جار ولا لرفيقي، والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه بي في الناس أي عروقه. يا سلام، ضاع الناس في المزاح المال داعي، فما ظنك، انظر ماذا يقول لابنه. الله أكبر. نعم نعم تفضل. الله إليكم شيخ. قال عبد الله إن استطعت أن تكون أنت المحدث، وإذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه يا سلام. خير به أو شر منها عنه. ولذلك كم مرة ذكر نداء الرحمن لأهل الإيمان في القرآن؟ كم مرة يا شباب؟ 90 مرة. وجمعها الشيخ لا إله إلا الله أبو بكر الجزائري في كتاب نداءات الرحمن لأهل الإيمان، أولها يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وآخرها يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أي نعم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وعن عون بن عبد الله بن عتبة قال قال عبد الله ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. الله أكبر. وفي وأيضا وليس العلم كثرة العرض ولكن العلم الخشية. أي والله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما زدت لله كلما زدت علما زدت له خشية. أي والله، ليس العلم بكثرة الرواية. يا شباب، كم من أناس يحفظون لكن ما عندهم خشية من الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلامة. ليس العلم كثرة الرواية، وفي رواية ليس العلم كثرة العرض، يعني يكون عندك رواية وحديث وكلام، ولكن العلم الخشية. ونعوذ بالله أن نذكر به وننسى، نسأل الله العافية. والله مثل هذه الأشياء يعني تقض المضاجع، منها الآثار، الإنسان يخاف على نفسه خوفا شديدا. أيها الكرام الفضلاء، ليس العلم كثرة الرواية ولكن العلم الخشية. الله يبلغنا وإياكم هذه المنازل، يجعلنا من الذين يخشونه حق خشيته. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وعن عدي بن عدي قال قال عبد الله بن مسعود ويل لمن لا يعلم ولو شاء الله لعلمه وويل لمن يعلم ولا يعمل 7 مرات. الله أكبر. أيوة نعم سبحان الله، أن تجهل الأمر ولا سيما في أشياء الإنسان ما ينبغي أن يجهلها، يعني ما لا يسعى جهله كالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج،
لكن في أشياء ممكن تجهلها ولا حرج فيها عليك، لكن البلية أن تعلم ولا تعمل. ولذلك أبو الدرداء مر معنا يقول إني أحمل هم العلم، أن إنسان ربي عز وجل أحمل هم العمل. علمت فهل عملت بما علمت؟ الله أكبر، هاتف العلم بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل. وقد ذكرنا كثيرا من ذلك في جامع بيان العلم وجامع بيان العلم وفضله. فلذلك الله، ولذلك الإمام أحمد يسألونه أتحفظ العلم؟ قال لا، نعمل به فنحفظه. وهذه بركة العلم يا كرام، هو العمل به، هذه بركة العلم، بركة المجالس. علمت شيئا أن تعمل، أن تعمل به، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أن تجعله في شخصك وفي زورك وفي أهلك وفي بيتك وفي هجيرك وفي غدوك وفي رواحك. سمعت عن قيام الليل فتبدأ تربي نفسك، كما قال سعيد المسيب: كابدت القيام 20 وتلذذت به 20. عرفت بغض البصر وحرمته وحرمة إطلاق النظر فتبدأ تربي نفسك على ذلك. علمت بحرمة الربا فتبدأ تربي مالك على، وهكذا وهكذا. ولذلك قال: ويل لمن علم ولم يعمل 7 مرات، لأن هذا هو الرزية العظيمة. إن الإنسان يعلم الحرام ولا يتركه، ويعلم الحلال ولا يفعله، نسأل الله السلامة والعافية. تندلق أمعاء هذا الرجل في جهنم، فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. الله يعافينا وإياكم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وعن مسروق قال: قال رجل عند عبد الله: ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين، أكون من المقربين أحب أكون من المقربين أحب إلي. فقال: لكن ها هنا رجل ود إنه إذا مات لم يبعث، يعني نفسه. يعني نفسه، نعم. ولذلك بعض الناس يتأله، جاهل، ما يتأله من جهله، نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان يدعو الله بالسلامة، لكن كلما الإنسان كان عالما عن الله عز وجل، كلما كان متواضعا، يعني ود إنسان أنه لو مات لم يبعث، خشية الموقف مع ما هم فيه من الأعمال العظيمة. وتجد الواحد منا ما عنده شيء ويتألى على الله ويتمنى عليه، ويتمنى على الله الأماني. فلله در هذه العيون، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وعن أبي عبيدة عن عبد الله قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله أكبر، الله يجعلنا وإياكم ممن أراد بهم الخير. قال الشيخ بن باز رحمه الله: وهذا الحديث له منطوق ومفهوم. فمنطوقه أن من أراد الله به الخير فقهه في الدين والفقه والفهم، ومفهومه أن من لم يرد الله به خير لم يفقهه فين؟ لم يفقهه في الدين، نسأل الله السلامة والعافية. فكلما فقه الإنسان كلما كان على جلال وعلى بصيرة من أمره. أعد فضيلتك مرة ثانية عن الله إليكم شيخنا. عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله أكبر، الله يفقهنا وإياكم في الدين. إيه نعم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. يا سلام يا سلام، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. أرأيتم يا شباب؟ هذا أصل، هذا أصل رعاكم الله في ذم البدعة، أصل في ذم البدعة. أن تكون أن علمت سنة فعملت بها أو بأدنى شيء منها خير من أن تكون عياذا بالله مجتهدا في ماذا؟ أن تكون مجتهدا في البدعة. يخرج من بدعة لبدعة، من بدعة مولد ويتفقد الأيام، ينتظر متى يجي 27 رجب، ليه؟ يقول لك إسراء والمعراج. ينتظر متى يجي 12 من ربيع، ليه؟ يقول لك هذه المولد. عنده اجتهاد في البدع ويضرب أكباد الإبل، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يحضرني يا كرام، أحكي لكم قصة. إيه نعم. يوم الاثنين، أيوة يوم الاثنين، سبحان الله،
والتقيت أحد الناس سائق تاكسي يقول كان مع التيجانية، سبحان الله، يقول وسافرت إلى منطقة اسمها العروي في المغرب، سبحان الله، عند التيجانية هناك، وسافر إلى مقر التيجانية في الدول الإفريقية. قال كان عندي اجتهاد عجيب وعندي محافظة على ورد التيجانية والصلاة المطلسمة والصلاة الفادح لما أغلق وناصر الحق بالحق. إلى قال كنت أجيبها في اليوم، أجيب 16,000 مرة صلاة الفاتحة، 16,000 مرة أجيبها. يقول سبحان الله، وكنت في منطقة العروي في المغرب، قال سبحان الله كده ربنا هداني أمسك سورة البقر، قال سبحان الله، فمرض الشيخ وأنا تبت من ذاك اليوم ولزمت يعني سبحان الله مرافق أهل السنة. قال يا شيخ لكن العجب العجيب سبحان الله، قال يقول كنا مجتهدين في البدعة، 16,000 مرة يجيب صلاة مبتدعة صلاة الفاتحة، 16,000 مرة. يقول الآن أنا حتى الصلاة على النبي أقدر أجيبها حتى 100 مرة، سبحان الله. أرأيتم يا حبابي لما قال اقتصاد في سنة، يعني ركعتين ضحى متحافظ عليهم لا تسيبهم، 5 ركعات قيام ليل مع الوتر، هذا معنى اقتصاد في سنة، مو أنك أنت في يوم تصلي 33 ركعة قيام ليل ثم تترك القيام. قال عليه الصلاة والسلام لا يرحم الله عبد الله لا يكون كفلان كان يقوم من الليل فتركه. هذا المقصود في مثل هذا يا كرام يا فضلاء، هذا هو المقصود، مثل أنه هو هذا المقصود باقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، يعني أنك أنت تكون محافظ مثلا على 12 ركعة رواتب لا تتركها، ركعتين ضحى لا تسيبها، قيام ليل 5 ركعات لا تتركها، كل يوم تقرأ جزء من القرآن ما في مانع، لحد بعدين تزيد جزئين 3، تختم كل شهر كل 15 يوما، هذا معنى اقتصاد، يعني سنة تحافظ عليها لا تتركها. أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، خير من أنك تجتهد في البدعة والعياذ بالله، يعني تكون في البدعة مجتهدا فيها اجتهادا كبيرا، لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فين؟ وكل ضلالة في النار. إيه نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. وعن مالك قال كان الربيع بن خثيم يأتي علقمة يوم الجمعة فيتحدث إليه، فأتاه ذات يوم فقال ألا تعجب، دخل علي رجل من أهل الكتاب فقال ألا ترى إلى كثرة دعاء الناس وقلة الإجابة لهم، وهل يدرون مما ذلك، وما ذاك إلا أن الله عز وجل لا يقبل إلا الفاضل من الدعاء. فقال عبد الرحمن بن يزيد وكان جالسا معهم لئن قال ذاك لقد قال عبد الله، إن الله لا يسمع من مسمع ولا من مراء ولا من لاعب ولا من داع إلا داع دعاء ثبت من قلبه، إلا داع دعاء ثابتا بسكون الباء فضلتك، إلا داع دعاء ثابتا من قلبي، يعني دعاء ثابت في القلب، أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. وهذا من لطائفه طبعا أن أهل الكتاب يلقون عليك الشبه، هذا لو كان في خير، هذا كان يهودي أو نصراني كان أسلم، لكن دائما كن على قناعة، سيأتيك أهل الكتاب بالبدع ويأتونك بالشبهات يلقونها عليك. ألا هنا أداة إضراب وقلب واستفهام، يعني قال له ما تتعجب، فقال ألا تعجب، دخل علي رجل من أهل الكتاب فقال ألا ترى، نفس الكلام، ألا أداة جزم وقلب واستفهام، ألا بمعنى بل، يعني إلى كثرة دعاء الناس وقلة الإجابة لهم وهل يدرون مما ذاك. فهنا رد عليه الشبهة التي ألقاها عليه ذلك النصراني أو اليهودي من أهل الكتاب والنصارى واليهود، فقال هنا لا يقبل الله الفاضل من الدعاء، لا يقبل إلا الفاضل من الدعاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ثم ذكر رجل يطول سفر أشعث أغبر
يرفع يدي يا رب يا رب من طعام حرام وشرب حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. ولا يقبل الله من دعاء قلب ساه لاه. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ثم ذكر له ما يرد الشبه من قول الصحابة الكرام. قال ولذلك رحم الله عبدا انتهى إلى قول أهل العلم أيها الكرام الفضلاء. قال لأن قال ذاك لقد قال عبد الله بن مسعود إن قال يعني حتى لو قال لك الشبهة هذه اللي عندنا ردها. لذلك من يلزم العلماء لا يخاف مما يلقى عليه من شبهات المشتبهة قلوبهم. قال إن الله لا يسمع من مسمع. الله ومن سمع سمع الله به. من المسمع هذا اللي هو يحب أنه يفعل الشيء ويسمع به الناس كما ابتلي الناس الآن في وسائل التواصل أي شيء يسويه صور ونزله. ولا من مراء الذي يريد الرياء يريد الثناء. ولا من لاعب الله أكبر. ولا من داع إلا داع دعاء ثبتا من قلبه الله أكبر. إلا داع دعاء ثبتا من قلبه. يعني ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وعن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال من لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهاه عن المنكر لم يزدد بها إلا بعدا. أيوة إن الصلاة يعني لذلك ربنا تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل طبعا حديث من لم تأمره صلاة بالمعروف وتنهاه عن المنكر فلا صلاة لها هذا لا يصح مرفوع للنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لكن أيها الكرام الفضلاء هذا في القرآن أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولذلك الإنسان ينبغي أن يستفيد من هذه الصلاة أنها تأمر بالمعروف وتنهاه عن المنكر حتى لا يكون ليس له من صلاته إلا التعب والنصب وليس له من صيام إلا الجوع والعطش. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وعن المسيب بن رافع قال قال عبد الله إني لأبغض الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. وكذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه ولا ينبغي الإنسان أن يكون فارغا يلهو مع اللاهين ويضحك مع الضاحكين ليس له من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة. إيه نعم هي أوكل أمر لو فاطنت لا فاربى بنفسك أن ترعى مع الهمل وخير من ذلك كله قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وعن أبي عبيدة قال قال عبد الله ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. الله أكبر. هذا الحديث أصله الحديث المسلسل بالرحمة وهو حديث صحيح من أحاديث الأولية في مجالس السماع. يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء وقال يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن. هذا حديث عبد الله بن عمرو يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء وقال يرحمكم من في السماء وهو حديث رواه أحمد في المسند وأبو داود وسكت عنه وصح العلامة الألباني في الصحيحة وصح الشيخ شعيب في تخريج سير أعلام النبلاء وبه نختم مجلسنا هذا. اللهم اقسمنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبة الدنيا واتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى أمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر أهلنا في غزة نصرا عزيزا مبينا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العظمة والسلطان. اللهم كلهم في الأمور كلها وأجرهم من كل شر وضر وارحم موتهم وقبلهم في الشهداء وداوي جرحاهم واجمعهم بأهليهم.